أعلنت وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على 5,385,000 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السرية. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد خلال ماراثون في الأسكندرية إن الوزارة تعمل على زيادة الفرق الطبية في محافظات المرحلة الأولى، داعيا جميع المواطنين إلى التوجه للنقاط الطبية لإجراء المسح. هذا وشاركت وزارة الصحة في ماراثون الأسكندرية بأربع فرق طبية أسهمت في الكشف على نحو 14,000 مواطن.